اللغة تتعرض أيضا لهجمة، تتعرض لغزو في ظل العولمة، في ظل الثقافة السائدة. لذلك لابد من التأكيد على استعمال اللغة، وعلى أيضا أن تكون حالة تبدأ من الأسرة وتنتهي بالجامعة، ويكون لها ضوابط، ويكون هناك إجراءات لمنع استعمال لغات توطن بدل اللغة العربية. تأتي هذه الاحتفالية بمناسبتين: يوم اللغة الأم في 21 من شهر شباط الذي أقرته الأمم المتحدة، واليوم الأول من آذار الذي نسميه في بلادنا يوم اللغة العربية. اللغة وطن، وهي عنوان هويتنا، وينبغي أن نحافظ عليها. ويأتي هذا اللقاء الذي تحدث عن لجنة التمكين للغة العربية وسياسة الدولة الرائدة في الحفاظ على هذا اللسان وما ينبغي أن نفعله صون لغتنا، ضمن هذه السياسة التي تجعل سوريا أو توشك سوريا أن تكون مهبط العروبة في هذا الزمن الذي اختلطت فيه كل القيم وكل المعايير. إن لغتنا العربية هي اللغة القومية، هي التي تجمع بين أبناء الأمة العربية في مشرقهم ومغربهم، ذلك لأن اللهجات إنما تعمل على التفريق، أما اللغة الموحدة، اللغة الأم، اللغة الجامعة هي اللغة العربية. يضاف إلى ذلك أن لغتنا العربية هي رمز شخصيتنا العربية، هي رمز شخصيتنا العربية وتراث أمتنا، وهي وطننا الروحي، وهي وطننا الروحي. ولذلك يعني جميع الأبعاد تدفعنا إلى أن نصون هذه اللغة، وإلى أن نكون متمسكين بها، وإلى أن نكون بارين بها.